مشاهدي الكرام، اهلا بكم الى الجوله الرياضيه والتي سنبداها بكره القدم، حيث ودع فريق الرجاء البيضاوي مسابقه دوري ابطال افريقيا عقب هزيمته في اياب دور ال16 مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري وبضربات الحظ بعدما انتهى الوقت الاصلي بالتعادل بهدف لكل فريق في سيناريو تبقى الاصل لمباراه الذهاب بالمغرب. وكان الفريق الجزائري سباقا للتهديف عبر لاعبيه عبد الهادي بل عمري في الشوط الاول ومراد دلهوم مع بداية الشوط الثاني، لكن الفريق البيضاوي انتفض بعد ذلك وسجل هدفين من توقيع عبد الإله الحافظي وعادل كروشي ليحتكم الفريقان لضربات الحظ التي لم تبتسم للفريق البيضاوي بعدما ضيع الثنائي أوساغونا والحافظي ضربة جزاء لتنتهي رحلة الرجاء على أعتاب دور المجموعات. تحولين اتلتيك الكاروشي عصبة الابطال وهذا لانه خالد العسكري وفريق وفاق سطيف يتاهل لدور المجموعات. الفرحه لم تكتمل فريق وفاق سطيف.